حياكم الله في برنامجنا، برنامج أطايب لكل الحبايب. خلوكم معنا إن شاء الله المقطع الثاني يكون مستشفى. كيف خلوه؟ كيف خلوه؟ أيها الإخوة الكرام، بحب اللي متجدد. ترى المقدمة هي سلك أو خط تمسكه تستمشي بعدها. يا أخوتي، أيها المسلمون، إنه هو آخر مقطع. سوف نموت. حياكم الله يا جماعة الخير في مقطع جديد. المقطع اللي قبل سوينا المنسف الأردني اللي طالع لكم على الشاشة، واليوم غير مرة. اليوم غريب. اليوم الله والله العظيم والله والله يا جماعة، شفت الأشياء اللي بسويها إني خايف مرة. اسمع، خلونا ما نطول ونشرح لكم الفكرة. أربع طبخات راح نطبخ، طبخات تيك توك الغريبة اللي ما لها أي تفسير في الحياة، وراح نعطيكم التقييم الصدقي بدون أي مجاملة. وبعدها إيش؟ أيوه، وبعدها المستشفى. بس قلت شيء احمد، والله العظيم ما اكذب عليك، رغم ان نقول والله ترى ما ندري، احس انها بتصير حلوه. والله اني مثل في اشياء، والله اني مره متحمس. احس اني معلق فيها. ما طلع يا جماعه الخير، تنسون اللايك والاشتراك، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا الحين المقطع. هوب، اهتم يا ذي اهتم. اللي بيصير الان كالاتي، بنشوف المقطع وبنطبق على طول، بنحاول قدر المستطاع نسوي نفسه. تمام، تشيتوس، مويه، صلصه حاره مع صويا، بعدين حركتها خلت تصير حارة، صارت ذابت، شهرية مقلية بالفلفل. تشيتوس يا اخوان، ويسمي بالله الرحمن. لا يقولون مو احمر، هو ما كان احمر صح؟ مالك مالك بس مالك، هذا حظ الله ومالك. هو بس نفس اللي حطته هي؟ ايه والله؟ ايوه اي صح، هو نفسه. الله يستر يا ولد، تكبر يما لو دريها تحريك. مالك مالك، طيب اوكي، مو الحار رسم بالله؟ بسم الله، الله يستر يا رايد تكبر، الله يستر يا رايد تكبر. معك الطماط؟ جيب معك الطماط. طيب بعدين صلصة الطماطم صح؟ يلا صلصة الطماطم شيء بسيط، نفتحها زين بس. اوكي حرك، بعدين جبنة كيري صح؟ توقع ظل في البطاطس شوي. لا لا ايه، زيد البطاطس شوي وحط المدوم، بعدين جبنة كيري. الله يستر. موية موية هذا اللي قبله، موية اي شيء موية. يا ويلي، تصدق ريحته حلوة؟ يا اخي لمسات لمسات، الله ياخذ القهر لمسات. ندوم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. واحده طيب الان ندوم يا جماعه، البهارات بسم الله. ود مو قاعد يذوب، انا اعلمك كيف يذوب، كل بسم الله. بس 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 بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصويا الان، حط حط على الاطراف، حط 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 بس 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 بس. ما عليك ما عليك ما عليك، هذه بتودينا الداهية. جبن اثنين جبن دبل جبن. لا جبنته جبنته رايت جبنته. لا اخو شيء اخو شيء، هذا نجر مش هذا. لا لا معهم تطلع زر الا رايت جبنته والله. اي والله يطلع لك اطلق اطلق واطلق. ايوه يا رجال، طريق 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 طريق. يا سلام، اشيك الحلو بس يا كله انا معك مبحر مبحر. يا سلام، يا عمري يا راجل، يا سلام يا سلام. قربت قربت. ايوه ايوه ايوه. السلام عليكم فوال احمد، اسمك شوك. والله ماشي شوك يا ربي. صحة كامل ربي، قسم بالله أحس إنه لذيذ يا رب. ما أدري بس هيا قلت شيء يمه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الطبق هذا يا إخوان أقسم بالله إنه سهل مرة صح؟ كم أخذ منه؟ والله مرة سهل بس باقي الطعم.
اللي بيصير كلات يا جماعه. بنذوق الان بيعطيكم العلم. نبغى اللقمه مع بعض. لا انا ابدا على طول. اصبر اصبر اصبر. رب البيت ورب العزة اللهم لك الحمد. اقسم بالله انها ذب من دون العدلية. او ماي جاد يس يا عمري يا ريت منها والله منها. والذي رفع السماء بلا عمد انه مو حلو لا لذيذ مرة اخذ منها تقريبا خمس دقائق اقسم بالله والله انها خمس سبع دقائق يا جماعه. التشيتوس ما اعطي نكهه حلوه كثرنا شويه احنا بس انه ما اعطي نكهه حلوه. في حاجه ودي احنا قللناها الصلصه الحمراء. صح الصلصه الحمراء احسن فيها نكهه طماط شوي. صح. لكن مجملا اعطيه 8.5 من 10. انا اعطيه 9.2 مره لانه مره حلو بس انه ليش اسالني ليش ما صار 10؟ هذا الفلفل انا اخذ منه والله الحمد لله. هذا الطبق الاول اعطى يراني صح كذا. شنك مطحون جبن بيض طحين مزيكا سريع بسرعه. طيب الان عندنا اربع صحون تمام، التشيتوس والجبن والطحين والبيض، نفكها كلها هنا. هذه اول خطوه نسويها الان. يلا الطبخه الثانيه اللي عندنا طبخة تحتاج تشيتوس طحين بيض جبن بنقليها بالزيت. بس المشكلة كيف انا كيف انا اقول لك رفع الصناعة اعطيه دقات ممكن تصير حي يسولف الحين شيتوس النمر يديك يسولف وش عندك كيف اطحن امه. شوف 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 اقول شيء ودي اسوي شيء بسم الله. ها انطحنت برضو بنقطع جبن. طيب اسمع نشوف ودي اشوف نقطة ثانية مرة احسن الجبنة ذي شوف نقطة ثانية مرة ارجوك. اوكي اتوقع الان جهزناها. هذا الجبن قطعناه هنا عليكم من الموزاريلا بنحطها تمام. اول شيء سوي رايد طحين اول اي اول شيء طحين 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 اي طحين اي طحين بعدين بيض بعدين بيض. طيب كيف نشيلها من البيض؟ ما عليك حط بيض قلبها انت بسم الله. بعدين بيض بعدين تحسبنا وين نروح؟ نروح للشيتوس؟ لا نرجع للطحين شوي. يا سلام ناخذ منه تفهم رايي تفهم مقصود بعدين نرجع للبيض بعدين نجي هنا. شوف شوف هذه جاهزه ها كل شيء مره جاهزه والله ترى والله هذا صوت الطبق احس ما قاعد ينطقطق. قلب 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 تشيله تودي عند الموزاريلا توديه والله هنا عشان يطلع لك ايش؟ يطلع لك ملصق كله ببعض. شوف يطلع لك الدكتور يقول ايش يبغى مخدر يعطيك قبل العمليه مثل على طول. طيب والله يقطع ليش ما بقيت لي ذا؟ لا يا ما يلزق اسالني ليش؟ حط بيض بيض صح؟ لا مو مطحون مو مطحون مالك 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 مطحون ايوه يلا روح شوف كيف يلزق اصلا واذا ما لزق اسحب المقطع وروح. مالو شوف رايد لازم خلي عندنا خطه باء حقت الهجه. ها قول لي احمد الهجه وش هي؟ اول شيء انا جايب عندي حاجه هنا لا سمح الله هجه تستخدمها عرفت؟ ناخذها عشان نكرفي كيف؟ لا لحظه انا اسمع مني اسمع مني عدل على الطبله عادي حطها شوف كذا عرفت؟ حطها بعدين هنا جيب حقتي هذه حقتي لقمتي ها؟ هي لقمتك لحالك ما تحطها كلها خلاص وقف تمتم وشوف وش تراب ده؟ لا لا والله اني مدري وش تراب هذا 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 اسمع هذا تراب من البحر الميت ايوه كذا بنموت. شوف طيب اوكي شوف الحين ها شوف هذه حقتي لقمتي الحالة ايوه حلو الزيتون الزيتون تقلون بزيت زيتون يا رجال هنا اقدر زيتون ما ينقل فيه جميل 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 عادي 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 ولا مرة مرة عادي مرة عادي وش عادي 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 لا يا عيال ما عليك بص ما عليك إيه. هو كذا يحرق إيه بس خلي شوي عشان المكرونه الله يعطيك العافيه اي 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 كم بقى؟ زود 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 ليه؟ زين ينقلي صح بس بس خلي كم بقى؟ خلاص اسمع الان خلينا ما اذا بقبق
تسوي كذا، واذا سويت كذا لازم يحرق كذا. طيب اقبط هذا ابدا. جرب جرب شيء بسيط، جرب دوق دوق. هذا مو بحليب، زيت. يقول كذا، يقول انا حار انا حار، تعال تعال، ما يقول لا لا لا. احسب يدك صغيره، هل كبر يدك؟ بدري، لا لا بدري مره. شوف معنى هذا صارت سرطان. الله يسلمك. اصبر اصبر اصبر، يلا يلا ثاني حط احمد حقك. حقك 3 2 اصبر اصبر، 1 2 3 حقتي ها؟ تذكرها. شوف كيف بتسوي حقتي. شوف شوف صحي انت. ود وين كيف نبغى نقلب؟ ما ادري عادي بتقلبها شوي. ما في ايش هذه يا ولد. اعطوها اربع دقايق. الى المستشفى. بعدها اسعاف. ايوه. بعدها اسعاف. ايوه. بعدها اسعاف. عاف عاف عاف. ساعات والله وراي مشوار، والله ما جنب، والله ما جنب. والله كنا برست. اي بس خلنا شوي، اعطى دقيقه واحد زياده. اعطي اعطي هذه مو على قال ولا خلنا نقلب هذول. أنا أثق بس إنه اللي ماني متوتر. إحنا ضبطك أحمد، أول شيء تحطها زي. طيب زي نبغى نسوي حاجة. أنا بفتح حقتي وأنت بتفتح حقتك. بس أقول لك شيء، أنا بحط زي المولود أول شيء عشان أسحب الزيت. تبع عشان أسحب الزيت. جي منديل جي منديل. هذا أمسك أمسك. نفتح الآن تمام؟ نفتح حقتك أول. بسم الله. يا احمد رب الكامل نحس ان احنا ما ادري ايش بس تبيك تدق قبل ذلك. بسرعه سني بقى شكلي بمسك خط. سمي بالله. ابيك الان ذوقها بالمقطع الان، حتى لو ما وجد مره حلو. امدح امدح يا اخي طولت عليك. وشوف انت وانت تحكم امسك. لا 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 لازم بيدك بيدك فكها كذا. بيدي فكها بيدك. جرب تعال افكها بيدي. فكها هنا بالكامل بالكامل بالكامل. يا ساتر يا عيال انت مسوينها من جرب. راح بس لا راح راح بس لا جرب وادعي يا بالله ادعي لي. انتوا طالبين؟ لا والله مسوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. روح قول الصدق. كيف؟ أنا داري داري حلوة داري كذاب 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 والله جيجي والله جيجي ممكن مرة ما إيه بس لي كلمة حق يا عيال. هل لو ضبطناها تطلع حلو بنوعا ما، ناقصها ملح شوي تحس عرفت؟ والبطاطس فيها طحن مرة. إيه البطاطس فيها طحن مرة. برضه الدقيق. طيب تقييمك؟ 1.5 2 من 10. طب خلي بعدها بسم الله. هنا ركز معي. هنا عرق. هنا عرق. هنا لازم نركض. لأنه فعلا هاي طبخة. طيب بصل وثوم. قلها مع الزيت. إيزي. دجاج إيزي. فلفل ملون حلو بعد بسيطة. ماجي حلوين. حلو. حلو صويع موجودة. كاتشب. صلصة كاتشب شوي. هذا وشو نشا؟ ايه. اوكي. ربع كوب موية. نار. نحمس. حط الباستا او النودلز الصينية. هذه يبغى لها شغل. يبغى لها شغل. شيء. هذه الباستا اللي هو شو اسمه عفوا. تكفى يا رب.
يكون لازم نجي نحطه بماء حار. نحطه. هذا أوله. يلا كلمة هذه يا عيال والله مرة متفائل. أنا العرق. أحسنت أيوة. نكمل خلط شوي إخوان. نحط هذا هنا بالنار. أوه كله شغال. حط روح هو. لا. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا راي تكفى يا شباب صاير يا رب يا ساتر تبي شوي صلصه كوري راي ريح حط انا بخليها ابو 7-8 دقائق اقل يمكن بعد ونرجع لكم مره ثانيه يلا طيب على بال ما يخلص هذا يا جماعه بنطبخ الحلى الان خلينا نشوف الحلى مع بعض الحلى نختم اوكي بسكوت دايجست في الصحن طحن ممتاز هذا ايش نستلك اوكي حرك عجن حط الكور سلمك ربي تمام ثم جبن كيري مع قشطه ايوه واخلط يا مدير ومعنا نستله بعد جبن كيري وقشطه ونستله أيوه. تخلط وتحطهم مع هذا وبذ الله يلا تز يلا قسم يلا عوني هي لازم نطحن مره طيب خلصنا طحناه الان صار بودره ممتاز نضيف عليه النستله يلا روح اوكي خلاص يكفي طيب الان ذكر الخليط عطنا ذاك قشطه خذ نص باخذ نص والله متعطل نص لي نص لك اي انا ليه بعدين اصبر بعدين هذا شوي فوضى عارمه طيب هنا الجبن وهنا بعد واحده بعدين هذا من الحليب نسله طبعا هذه قطعنا فيها بصل واشياء بس ما يضر هذا سرطان البحر بدي صح اسبوعين طيب رايد نبدا الحين يلا نكور بس انت على قمص امه يا رايد تعقيم ويا حار شباب لا حد ينقل والله ما بقدر والله مقطع ما اقدر اقول شيء شوفوا الشايب يا جماعه شوفوا سكروا سكروا اسمع على السكروا اصبر كذا أحسن صدق بعدين وين وديها يا إخواني؟ ثلاجة عشر دقائق على ما نطلع حلا سكروب حلا سكروب حلا سكروب بسم الله يلا يا رايد يلا يا رايد يلا يا رايد يلا 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 يا سلام يلا رايد جهز الموضوع كله يلا حط بسم الله بسم الله الرحمن يا سلام من يجي عرف بنفسك مشيت ابراهيم مشيت زياد فاروق فاروق احتاج تعال فاروق كله وسخ والله الدنيا كله ضرب شوف ايش اسوي مين هذا رايد ما فينا احمد رايد اي هذا مقطع احمد انا متى انا طبخ انت معلوم قدر ضغط كبسه انا ما يطبخ كذا رايد وعلى طول كبسه انا على طول كبسه ما في برتن هذا في كبير برتن هو كامل والله العظيم هذا كذاب مقطع حق احمد انت اسس بسم الله بسم الله بسم الله كبير علي الهوان انا اطبخ اليوم انا رجل اللي بعرق هذه اقسم بالله أقول هذه مرة حلوة هذه أسطورية شباب هذا تبدوه والله هذه أسطورية بسم الله مرة ذي والله مرة اللي بيقلدنا يا إخوان هذه بوجيه هنا والله عظيم إنه بوجيه يا حبيبي مرة حلوة مستواها صحيح مرة طيب تقييم هذه بعدين نكمل نرفع واحد تقييم أنا أعطي الشكل شكلها كطبخ شكلتها أعطي 7 ناقصها شوية خضار نضيف زيادة حمار صح ناقصها حمار كاستواء كدجاج كخلطة بيرفكت 10 من 10 كل مارك أنا أعطيها 7.80
أقول شيء طبقة كاملة. والله. ليش العشرين؟ إيه. الشكل والحمار مو موجود. بس. شكلنا عادي يمشي الطعم إحنا صراحة. فخلص يا جماعة بنروح وين؟ على الحلا. الحلا يا جماعة. بس. أيوة أصبر. بعدين أنا أمسك بيدي. زين بعدين تحاول إيش إنك توقفه. حاول. كده 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 هو هنا. لا 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 شوف وجهي شوف. طيب كده. بعدين ترس. ترس. الله يستر تكفى يا راعي. مالك. يلا. ما يبدي شنو السكروب كذا. يلا. بسم الله. بسم الله. والله العظيم انه حلو بس يبي له ايش قهوه والله مره رهيب حالي لا ممتاز والله مره ممتاز بغى قهوه طاروق قهوه طيب يا جماعه الخير الى هنا وصلنا لنهايه المقطع مقطع غريب مره الاشياء اللي سويناها فيه بس والله العظيم الاغلبيه كانت حلوه معادل تعال تجربها هذيك ابد ابدوا عنها الحلا اعطيه 8.5 ناقصه قهوه الحين باذن الله وكمله حاب اقول لكم شيء اكتبوا لنا تحت اذا تبون طبقات زياده ونسوي جزء ثاني قناه رايك تحت يا جماعه صلوا على النبي محمد ولا تنسون ال6B مع السلامه